خلص. مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما ديما وكيف ما نعودكم، فاكيد كنشوفوا الناس اللي كيكون عندها مشاكل، ومن بين هاد الناس هاد الام هذه اللي كتشوفها قدامي، هاد السيده هذه عندها مشكل ديال بنتها اللي حملت في علاقه غير شرعيه. جا خطبها واحد السيد ولكن ما كانش لاقط بيناتهم، حملت خبات على والديها وعلى دارهم، ولدات. المشكل ان البنت قوه الخوف وقوه الخطا اللي دارت انها تصرفت واحد التصرف، انها مشات عطات لولدها لواحد العائله واحد السيد، ودابا بحال ندمات. والكبده كيف ما كنعرفوا الكبده حنات كيف ما كنقولوا، فاش مشات قالت له عطيني ولدي ما بغاش يعطيه لها. اليوم غناخذ الام وغتعاود لينا اشنو طرا. السلام عليكم لالا. سلامة بنتي. قولي يا مامتي عاودينا شنو وقع. دوكا بنتي وقع لها المشكل، حملات السيد خطبها وبغاها الزواج، وبقات كتواصل معاه وكيجي عندها وهذه هذه. ملي حملات قالت لي الولد راه ولدك، قال لها ما نكرها. شحال كان عندها من عام فاش وقع؟ عندها 24 عام. 24 عام. اه. هاد السيد هذا جا خطبها وكل شيء بوالدي ب لا كثر كثر، واقيلا من 24. اه؟ كثر من 24. كثر من 24؟ اه كثر من 24. اه عندها شي عندها شي عندها 32 سنة هذيك الساعة، عندها 32 سنة. ملي جا خطب هذا الدري بنيتي قبلات وبغاته وجاب خواتاته وصافي، وجا للدار وفرحنا به ودرنا. خوتها بغا وكل شيء بغا، بقى هو كيقول لها عاودي معايا للدار، نقشي خواتاتي ديري فعلي. الدريه صدقات حامله، من صدقات حامله ما قالتش لينا راني حامله، بقات كتخرج وتهضر في التليفون وكتبكي، وقال لها ما كنعرفكش. كيفاش هي كتبان؟ كيفاش هي كانت عايشه معاكم؟ كانت عايشه في الدار بنيتي، دارت داك الشيء عريض، خيطات داك الشيء عريض، وكتضل تبكي وجهات تنفخ وكلف وكتضل تبكي. ومالك يا بنتي ما كتبغيش تقول لي عندك بنيتي شي مشكل انا نحلو معاك، راني امك نعطيك عهد الله، كنقول لها بحال هكا نعطيك عهد الله انا نحل معاك المشكل. عقولي لي راني مويمتك، كتنوض من حدايا جوج الليل ثلاثه الليل كنوض كنلقاها كتبكي، كتنوض من حدايا بنيتي، كتمشي تخبى في شي بيت. الليله اللي غادي يجي على وجع هذا ناضت، قالت لي ماما نوضي. نضت هذيك الليله، خليت با ناعس وخوا ناعس ونوضت، ديتها سيد ربي كان معايا عوين، سيد ربي كان معايا عوين، ديتها بنيتي لمريزق ولدات صافي. جات كرات بيت، بقات في بيت، بقات صاحبتها كتجي عندها في ذاك البيت، ما خرجت. تقولي لوالديها باها كيقولوا لي فين مشات فين مشات، كنقول لهم راه عند صاحبتها عندها شي حاجه راه كتعاونها فيها، راه عندها شي حاجه راه كتعاونها فيها، حيت ما عمر الدريه خرجت من الدار، دريه حشوميه وخوافه، ما عمرها سافرت بحدها، ما عمرها خرجت بنيتي بحدها، ما عمرها والو. بنتك غلطات؟ ها؟ بنتك غلطات؟ وا بنتي ولدي بنتي غلطات. وانت غلطتي اكثر منها. لحقا ساعدتيه ما واجهتيش مالي الدار الزوج ديالك وقلتي اش كاين؟ انا خفت قلت غطيح الروح، انا خويا معصب وكيدير كيبلي. انا تخلعت ماشي غلط. واخا هاد السيد شنو كيدير وشحال عنده من عام؟ انا هو اللي يضحك على الدريه. عنده شي 33 عام ولا 34 عام، كان فايت هذيك الساعه. هو كيدير؟ هو خدام في الشركه ديال الزرابي. هو ما راعاش للدريه؟ ما راعاش، غوتات عيطات. مشيت انا لدارهم طلبت خواتاتو طلبت امو، بست اليدين عورت. ما يكون خير يكون خير. وقال لي علاش ما تمشيش للبوليس؟ قلت لهم انا البوليس خايفه من الفضيحه. كرهتو ما جيتو خطبتو؟ قال لك سير للبوليس. هذا السيد قالت لك ها هو تزوج 3 سنين وما ولدش، زعما راه زعما جاتو من بلاصه اخرى. اه هو تزوج قالت لك 3 سنين وما ولدش. قلت لها بنيتي نديرو التحاليل انا نخلصهم، ولا كان هذا الولد ماشي ولدو انا حنتي عارفه بنتي وعارفه واش كتدير. كان هذا الولد بنيتي ماشي ولدو انا قطعوا لي راسي ولا حكموا عليا باش ما بغيتو انا نخلص. الوليد فين ديتو؟ الوليد هي حطات وخرجت تجلب لي، تلاقات مع خت واحد السيد، قالت لي راه ها وقع ليا وها وقع ليا في السبيطار، قالت لها ها وقع ليا وها وقع ليا، قالت لي اخويا عنده ثلاثه البنات وغتحطي عنده هذا الدري. قالت لي انا المشكل خايفه من خوتي وبو حتى واحد ما فراس. قالت لها الوقت اللي بغيتي تجيبي جيبي، الوقت اللي بغيتي تشوفي شوفي.
صافي داتو وقت السيده حطاتو على السيده، السيده داتو لخوها، هي حطاتو على اساس زعما غير يبقى عندهم، زعما يبقى عندهم ولكن تجي تشوفو مره. ملي عيطت كنت عرفتو في الاخر، قالت لي عيطت لي في التليفون قلت لي كاينه 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 وقع قلت لي انا عند راسي راه غيبقى مدرك، راه مزيان غيبقى مدرك، تنشوفو نديرو حل. واخا مولتي الدري ملي عطاتو شحال كان عندهم اليوم؟ كان عنده شهرين اوليد. شهرين؟ سخات بوليده؟ باتت كتبكي الليل كامل وهي كتبكي، ما سكتتش، الله عالم عليها وليدي. وانا نشم في الحوايج ديالو، وملي قالت لي ماما ها وقع وها وقع، قلت لها بنتي، قالت لي لا ماما ما تبكيش راه غيردوه. انا الوقت اللي مشيت ليه وبغيت نجيبو راه غنجيبو. ملي هي ولات تقولها ولا كيعيطو كتقول لها اختو واجي للدري ولا راه غنمشيو للبوليس ولا غنمشيو لك لبواك، وصافي ما بقات هزتنا حتى ارض. ملي ولات كتجبد ليا بواها وخوتها حتى انا غادي طيح ليا شي روح في الدار. ملي هدوها كيقول لها الا بغيتي يرجعوا لك الدري والديك يعرفوا وخوتك يعرفوا. ها قلت انا غادي طيح ليا شي روح في الدار، ولدي غادي للحبس وبنتي ميته، وانا كبدتي هشيشه خفيفه بزاف وخفت وليدي. سكتنا على ما فيناش غندير اش غندير اش غندير اش غندير. صافي اتجهت للمحكمه، اتجهت للمحكمه من 2018 وانا في المحكمه، ودرت المحامي وخلص المحامي وكل مني المحامي شي 100000 ريال، وما يدو فيا ويجيبوا فيا ويدو فيا ويجيبوا فيا. شحال عنده دابا؟ الدري عنده 4 سنين. الدري دابا عاد من؟ الدري شاد درك السيد في جمعه، جمعه تفكو. خداه؟ خداه. انتم اشنو بغات اشنو بغات بنتك؟ واه ولدي بنتي عندها 40 سنه دركا غاديه فيها، وبغات الدري، بغينا الدري، الدري غادي يكبر وغيحقد عليها. السيد حطو في حاله ما محاش حاطو، كان كيقول لي المحامي ما حاطوش، كان كيقول لي المحامي راه ما دايرش كاع داك الكفاله، راه ما دايرهاش، راه محاش حاطو وليدي. ودركا اللي عطى الله هو هذا، والميته بين يديكم والحيه بين يديكم، وكنطلب من المسؤولين ومن دابا. انت واش بغيتي ولدك ولا بغيتي تثبت النسب ديال ولد بنتك ولا اشنو؟ انا بغيت نشد الدري ويبان لي ثبوت النسب، سمعتيني وليدي؟ انا بغيت بعدا نشد الدري، نقط الدري، شد الدري كبر مع امو وحل عينو في امو، وغنتبع ثبوت النسب ديال بوه. انت غنسولك واحد السؤال بالنسبه للزوج ديالك وولدك، واش عرفوا؟ ما عرفوش باقي لحد الان. لحد الان وليدي، هادشي علاش قلت لكم ستروني الله يستركم. ولكن كيفاش غديري مولتي انت باغا تدخلي لواحد المعركه ديال المحاكم وتثبت النسب، هادشي كيطول شويه في المحكمه، وما بغيتيش الزوج ديالك ولا الاب ديالك يعرف، كيفاش غادي يعرف؟ ما يعرفوش، نعود نمشيها انا وما يعرفوش. راه مولتي راه ما كيتخباش هادشي، راه قد ما طوال الزمان ولا قصار غيتعرف. واو السيد دابا اللي كتقولي الاب ديالو الا مشات دخلتي معاه في المحكمه عاوتاني، راه غيقصد الزوج ديالك وهذا اللي يقول بغاو المسؤوليه مثلا دري كي غنديرو، غتولي عندك واحد الحرب غتعاوتاني غتنوض عندك في الدار. واش مستعده لهذا الشيء ولا ما فكرتيش ولا اشنو؟ انا ما يجيش هذا السيد ما يقول والو، سمعتيني؟ السيد كيخاف من المحكمه وكيخاف من ذاك، يقدر ما يجيش. خاصك ديري بحساب هذا الشيء وتواجهي هذه المشاكل اللي غتجي، حيت غيتحل عليك واحد الباب اخر ديال المشاكل. انت ما فكرتيش في هذا الشيء؟ هذه معركه كبيره، هذه معركه الا دخلتيها صعيب، ما يمكنش انسان غتدعيه وغيبقى هو ساكت ضروري. مادام هو متاكد تيقول لك انا ماشي ولدي، اذا غيتحارب معكم الجميع. عارفوا ولدو، عارفوا ولدو، عارفوا ولدو، انا نقول لك. ودارت لي جيبوا لي تصاور، ديت لها تصاور. حنا مهمتي تنقولوا لك هكا ماشي ضدك، حنا نبغيو نفهموك. قالت لي جيب لينا تصاور، ديت لهم تصاور شافوهم، واني هما دوكا خافوا من المصاريف، خافوا لا تنزل عليهم داك الشيء ديال النفقه. علاش هو هرب؟ تقدر 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 الا بغى يعترف بولدو تقدر. قلنا لي ديالك تسمح ليه في كل شيء؟ قلتها لي، بس لي يديه وبس لمو وبس لخواتاته، وقلت لهم ها انتما العار، الناس اللي كتسني بصبع انا نسني ب10، راه لا طالب لا مطلوب. انت عندك اهم حاجه هو الدري. انا عندي اهم حاجه هو الدري. ما عندكش مشكل؟ ما عنديش المشكله وليدي في الفلوس، وتقول بنتك عايشه واخا يكون عندي عرق 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 يخبط، ما عنديش مشكل الحمد لله، دايره الحمد لله
قانعه ومستك عليا الله، ماشي نقول لك انا ما غاديش الله ينعل جد بو الفلوس قدام داك الدري. قولي لنا الحاله النفسيه ديال بنتك كيفاش عاشت وليدي؟ عاشت وليدي عاشت والله القاسم، دروك راه ما كتهضرنيش مره 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 وليدي فقدان ديال ولدها مره مره شاده بيته وليدي، ملي كتجي من الخدمه كتشد بيته وكتكا. ما تزوجاتش؟ لا ما تزوجتش وليدي، كون تزوجات كون نساتو. توحشات ولدها؟ توحشات الولد، وكون تزوجات وليدي كون نساتو. شي وليدي كون تزوجات ولدت شي وليد اخر ولا جوج كون نسات. هي ما نساتش وانت ما نسيتي. هي ما نساتش وانا ما نسيتش، وانا وليت كنعاني بالعصاب، وليت كنعاني بالراس، وليت كنعاني بالماضي اللي ما عمرني ما شفتو. انتي اخر مره شفتي هاد السيد اللي كانت مع بنتك؟ اه اخر مره شفتيه انت؟ اه هو ولا شتي هو السيكتور خوا السيكتور، وليت كنمشي كنلقى خواتاتو ولقى مو ولقى مرت خو. اخر مره شتي شنو دار؟ اخر مره قالت لي قالت لي كانت قالت لي بنتك غادي تخلص داكشي ديال لاديين. قلت لي اه كانت غتخلصو، حنا نخلصو حتى دابا باقا عاد الكلمه نخلصو. اي اعترف. قالت لي لا ورجعت ثاني تقلبت قالت لي لا ما نخلصوش. قلت لي هذه كذوبه، هذه قالقاو السبه باش يتسبوا. قلت لها هذه كذوبه، هذه ما كايناش هذه الكذوبه. قلت لها لحد الان باقا عند الكلمه خلصوا لاضيين ولا ما تصابش ولد وانا ندوز فيها الحبس. بنتك شحال ما شافتش دابا ولدها؟ وراه بنتي راه شي عام دابا ما بقاش شافته. دابا هو انتم عطيتو شافته مره واحده ملي تزاد شافته عنده 4 سنين. اه شافته مره واحده ملي تزاد، ملي شافته سخفه طاحت. وزاد واحد خو كيعير قال لها الدبان وانت كنتي غتقتلي وغتلوحي في الطار ديال الزبل. انا دم جوفي يا وليدي خسرتو عليا، ماشي كتخلوح كبتها ودم جوفي دم جوفي راه الملايين قسما بالله الملايين ما خليت جمعيات ما خليت. واخا شنو الطلب ديالك اليوم مامتي شنو بغيتي؟ وا دوكا بنيتي اش غنقول لك، انا بغيت هاد الدري يرجع يرجع الدري لميمتو يكبر حدا ميمتو، هادشي اللي بغيت بنيتي. ولا بغات الموت تجيني تجي. واخا تبغي تحطيني مرتك ميمتي من غير هذيك النمره اللي عندك قلتي غتحطي؟ اه غادي نمشي وغنحط لك النمره. حافظها دابا؟ لا ما حافظهاش الحبيبه. يعني تنحطوها في الفيديو. مشاهدينا الكرام ومتابعي قناه شوف تي في وصلنا الى وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر اللي كان مباشر من قصر البيضاء. والله يصوب هذه الميمه، والله يصوب بنتها، والله يرجع الوليد لميمته وحضنه، لان اصعب حاجه في الدنيا اصعب حاجه مهما كتكبر الاغلاط ومهما كيوقع كتبقى الكبده ما كاينش شي واحد دائما كتبقى تحرك فينا. والدليل هو هذا، انها ما تزوجات ما قدرت تعيش حياه طبيعيه كيفها كيف الناس، لانها مازال متعلقه بالوليد ديالها. هاك اللي ساعد بغي يمشي في هذه الماء. لان ملي كيوقع هذا الشيء ملي كيديروه الكبار الصغار هما اللي كيتحملوا المسؤوليه، ان دري ملائكه هو اللي كيهز الضربه. حشومه بزاف وعار لا بالنسبه لهذا الراجل لا بالنسبه لهذه السيده. حنا ما غادي نبرئوا حتى شي واحد، انا اللي غنبرئ هو الدري الصغير الملائكه اللي خلاوه بلا اسم لا والو حتى وصل لهذ الحاله. وكتبقى في هذه الام المكلومه مسكينه اللي ما بعيد عليها هذا الشيء، ولات كتطلب في شي وحدين اللي طيحوها في هذا الشيء. دارتها على بنتها ودارها على هذاك ولد الناس. رداية قال لك المثال، رداية المطلن على عداية. شكرا لك امتي، والله يدير شي تاوين ديال الخير. كنتمناو بان هاد الناس يصحى لهم الضمير كلهم ويرد الولد السيد اللي عنده الولد، والاخر يعترف بولده وتسمح ليه بنتك في كل شيء. وهذا الشيء اللي بغينا، الشيء اللي بغينا وليدي. نسمح لي على عيني وراسي. شكرا لك امتي. وصلنا الى نهايه البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.